نيجي اقول لك سر حياة الفنان سمير صبري في ذكرى وفاة. سمير صبري اتجوز في السر وهو عنده 20 سنة من أجنبية، ما سابش حاجة ما عملهاش من مسلسلات لأفلام لبرامج وأغاني وإنتاج. ممثل جوكر وعملاق من عمالقة الفن، أفلامه عدت 130 فيلم مع أكبر الفنانين زي عادل إمام، ده غير المسلسلات الكتير طبعا وبرامج مع فنانين وملوك. ومش بس كده، ده عمل لقاءات مع جواسيس وأسرة من ولاد العم. سمير صبري دخل عالم الفن بالصدفة وتعرف على لبنى عبد العزيز عن طريق عبد الحليم حافظ، وهي اللي دخلته الفن. وقبل ما يبقى نجم النجوم يلقبوه بصديق العمالقة ورفيق المبدعين، أول أجر كان بياخده 50 قرش بس. سمير صبري ساب علامة فارقة في الوسط الفني كله. سمير صبري اسكندراني أصيل، اتولد في اسكندرية سنة 1936 واتربى على هوا شواطئها. في النهاية قولوا لنا ايه أكتر فيلم أو مسلسل بتحبوه للفنان الراحل سمير صبري.